أخيرا يا حبيبي جيت على بيتنا وفرحنا بيك. أنا وباباك بقى عندنا أمير، هو اللي هيكون الملك بتاع بروك هيفن بس لما يكبر. إيه ده غريبة، الملكة فين؟ لحد دلوقتي لسه ما جاتش عشان تاكل؟ مش ممكن، من وقت ما ابننا جه وهي على طول مقضية وقتها كله مع الولد. أنا لازم أناديها حالا. بس أنا يا حبيبي محتارة أسميك إيه بصراحة، مش عارفة، أنا وباباك لسه ما لقيناش أي اسم. حبيبتي من وقت ما ابننا الأمير جه وإنتي مقضية طول الوقت معاه، إنتي نسيتي حتى إن إنتي تنزلي تاكلي. بس إحنا يا ملك عاوزين نسمي ابننا، نسميه إيه؟ أنا شايف يا حبيبتي بما إن ابننا مولود في الشتاء وفي التلج كمان نسميه سنو. إيه ده؟ سنو؟ لا لا اسمي مش عاجبني، لازم نفكر في اسم أحسن، ابننا برضو ده الأمير وهيكون الملك بتاع بروك هيفن بعد كده، لازم نفكر في اسم أحسن يا ملك. طيب شوفي سيبيكي من الاسم دلوقتي، سيبي الولد يستريح وإنتي كمان تعالي عشان تاكلي وتستريحي وبعد كده اطلعي للولد تاني، يلا بينا ما تتأخريش. طيب طيب أنا هاجي حالا بس لازم أفكر في اسم، خلينا حط الأمير هنا. ما تقلقش يا حبيبي مامتك هتجيلك حالا، هنزل أكل واجي بسرعة. إيه ده أنا نسيت حاجة ضرورية، السلسلة اللي الملكة لابساها لازم الأمير ابنها يكون لابسها لحد ما يكبر ويكون الملك، خلينا اديها حالا. شكلها جميل قوي في ابننا الصغير، خلينا ننزل اكل بسرعه. يا حبيبتي الاسم مش ضروري للدرجه دي، انا مش عايزك تشغلي بالك بخصوص اسم الامير، بس ابننا هيكون ملك بروك هيفن لازم يكون اسمه كويس وكمان عشان الناس كلها تحترمه اكتر. انا خلاص كلت، انا هروح اشرب عصير، اجيب لك عصير معايا يا ملك. طيب طيب يا حبيبتي. بس كده اكون وصلت على بيت الملك، لو قدرت اسرق اي حاجه من هناك هعيش غني طول حياتي كلها في بروك هيفن، لكن دلوقتي خطتي ان الحراس دي ما تشوفنيش، المشكله ان في حراس تحت حارسين وكمان حارس فوق عند البوابه وممكن الاقي حراس في البيت فوق لان ده بيت الملك متامن جدا، لكن معناها مش هستسلم ابدا، لازم الاقي طريقه ان انا ادخل البيت. خليني اقف هنا كده واحاول ادخل البيت من جهه النهر، بس كده الحراس ما تكونش شايفاني، يلا بسرعه انزل الميه واروح اتجاه البيت. كده اكون وصلت للبيت، حراس غبيه ما شافونيش، احط السلم وادخل بيت الملك. بس المشكله دلوقتي في حارس فوق عند البوابه، انا لازم الفت انتباه الحارس ده، خليني اقعد هنا كده اعمل صوت بس، اكيد الحارس هيجي حالا. ايه ده؟ ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ الصوت كان صوت مية، غريبة، أول مرة أسمع الصوت ده. كده أكون قدرت أدخل البيت، لازم أدور على أي حاجة تتسرق بسرعة. إيه مش هتعملي عصير لابننا الصغير كمان؟ أول ما يكبر على طول هعمل له عصير ويحبه جدا. يا سلام، وأنا محدش يعمل لي عصير، خليني أطلع بسرعة فوق أسرق أي حاجة. ايه البيت الجميل ده؟ وكده اكون طلعت البيت بتاعهم، يا سلام هي دي اوضة النوم. ايه ده؟ ده حمام، انا لازم الاقي اي حاجة تكون غالية تتسرق. ايه ده؟ طفل صغير اعمل بيه مش عاوزه، خلينا مش ممكن، ده لابس سلسلة دهب، السلسلة الدهب دي انا لازم اخدها حالا. في حد ضربني من ورا، حضرة الملك يا ملكة، حضرة الملك في حرامي. ايه ده؟ حرامي؟ انت بتقول ايه حارس؟ حرامي؟ حرامي ايه؟ ابني انا لازم اطلع اطمن عليه حالا، وانا ابلغ الحراس دلوقتي يا حراس. ابني الامير لازم اشوفه دلوقتي. يوبا مش عارف افكه خالص، خلينا اخدها منه هنا. ايه ده؟ انا دوست على الواد الواد هيموت، بما اني بقى مش عارف افك السلسله من جسمه هخطفه هو كله، خليني احاول اطلعها مفيش حل. ايه ده؟ ابني حرامي يا ملك الحقني. ايه ده؟ الملكة خلينا سلام سلام. حرامي يا ملك يا حراس الحقوني. خلينا يا رب بسرعة افتح البلكونة، يلا بينا. يا ملك الحقني ابننا اتخطف. حبيبتي ادي الحراس هيمسكوا الحرامي اكيد، وانا كمان بلغت كل الشرطة ما تقلقيش. يا سلام خطفت ابن الملك، بس كل اللي انا عاوزه السلسلة، مش هعمل حاجة للولد. خلينا نهرب بسرعة حبيبي ما تقلقش، هاخد السلسلة وهسيبك كده عند البيت، بسرعة يلا نط كده
بس كده خلينا نطلع كمان على الجبل وكده نكون هربنا. بس يا حبيبي ما تعيطش خلاص. ايه ده؟ ايه صوت عربية الشرطة اللي انا سامعه ده؟ مش ممكن، انا لازم اهرب حالا. يلا بينا. بس كده نكون هربنا. ايه ده؟ مفيش للأسف مكان للهروب. انا لازم اتخلى عن الولد ده، خلينا نسيبه هنا. للأسف مش هقدر اخد السلسلة دلوقتي، ودلوقتي لازم امشي حتى لو الشرطة مسكتني. انا مش معايا اي حاجة. تحت امرك يا حضرة الشريف. حاضر، كل اللي بتقول عليه. انا مأمن الطريق الغربي. ماشي، ثانية واحدة يا حضرة الشريف، في حد جاي. انت جاي منين؟ جاي من قصاد بيت الملك؟ يا حضرة الضابط انا مش جاي من عند بيت الملك، معرفش بيته اصلا. انت اصلا شكلك حرامي، بس انت محظوظ عشان احنا مش فاضيين الدهاردة. يلا امشي بسرعة. طيب يا حضرة الضابط، حاضر. شكرا. احنا مستنيين الحرامي اللي سرق الامير ابن الملك. خلينا امن المكان كويس. ايه ده يا نار جمادي؟ خلاص او ماي جاد، طفت المنبه. انا لسه نايم، اتاخرت على الشغل. بسرعه معلي، خليني ادخل الحمام اغسل وشك. معلي اغسل. او ماي جاد، بسرعه كده خلاص انا بقيت فايق. ايه ده؟ لسه ما فوتش. اغسل تاني يا معلي، بسرعه. يبي ليتس جو. بس كده انا بقيت فايق. اوكي، طبعا انا مش عاوز اتاخر على الشغل، عشان لو اتاخرت على الشغل هترفد. ليتس جو، بسرعه معلي، خليني انزل في الاسانسير حالا. اوكي انزل معلي. يب، كده كنت نزلت الدور الاول. هو مش لازم افطر حالا. يب عشان ما اتاخرش على الشغل واترفد. او ماي جاد، زعب الله جاهز نفسه، وانا كمان لازم اجهز نفسي واجيب الماتشين باجي ورا على الشركه حالا عشان ما ترفدش. يلا بينا. وانا زعبوله هكون ماشي جاهز دلوقتي. جايت كل حاجه. جايت سندوتشات. جايت كله يلي سندوتشات الجبنه والزيتون. طيب الواد اللي واقف هناك ده، الواد مالي، وتاخلي كده على الشركه. انت واد مالي، انا مش ماشي فينك. لا حركات ماشي ما ترفدنيش. او ماي جاد، على حركات. بعد ما بقى جولد مان بقى غني جدا ومعاه فلوس وفتح معرض، فاكرين فيلم جده لما طبعا علويه سرق التفاحه الذهبيه وبتاع، بتحول لجولد وبقى معاه فلوس. حركات باشا، انا هكون موجود في الشركه دلوقتي حالا بلن. ماشي حركات باشا. كيف ولا بشوع واد زعبوله؟ بس حركات باشا، يعني انت فاتح معرض وعندك شركه، ومش ممكن يعني الموتوسيكل بتاعك ده نوب خالص. لا انت بتوقع بالشكل ده بقى انت. يا حركات باشا، اللي اقصده يعني ان ده ما يليقش بحضرتك يعني. وادي جابولا يلا مش حد عبيه بالجيني. انت بقى انت باشا، عندك العربيه فورمورجيني حالا. ايه عربيه فورمورجيني؟ هم اختاروا عربيه جديده على اسمها فورمورجيني. مش عارف بصراحه اذا كانت في عربيه اسمها فورمورجيني ولا لا، بس هنشوف حالا اذا كانوا هم فعلا عندهم عربيه فورمورجيني. حركات فاتح معرض، ممكن يكون عندهم عربيه فورمورجيني. طب او ماي جاد، ايه العربيه الجامده دي؟ شفت يا حبيبي؟ انا وادي جابولا سواق انت وصلني بساعه امبارح. انت وادي مالي لما جيت معايا دلوقتي في خلال 5 دقايق كده مش هفيدك. لا حركات باشا، هكون موجود حالا. واو، عربيه اسطوريه. يلا وتعالى. طب حركات باشا، هجي لك بالبيتش باجي. ايه ده؟ حرامي، مع السلامه. اجي لك وقت تاني. او ماي جاد، حرامي استنى. هو اللي البوليس سرق البنش باجي كده، اتاخر على الشركه بتاعت حركات. لا انا برضه لازم افتح الشركه برضه اللي كان نفسي فيها، شركه حبايه وادي زعبوله. يا حركات باشا، انت بقيت غني دلوقتي، شركه حبايه ايه؟ لا ما تفتحش شركه حبايه يا ابني. بس انا نفسي في شركه حبايه والله. ايه ده؟ ما عمرك ما تكبر يعني، انت معاك فلوس عايز تفتح شركه حبايه؟ لا انت متبيت بتقول يا ولد انت. بقول حركات باشا طبعا كل في الكل. امال ايه؟ مش انا قلت كده ولا ايه؟ ماشي اوكي، كده مفيش غير حل واحد، ان انا اروح اخد الموتوسيكل بتاع حركات الفرخه، الموتوسيكل النوب ده اللي انا مش بحبه اصلا. هولي مولي موتوسيكل النوب يا علويه. انا همشي بيه باللون المعفن ده. لا استحاله، خلينا غير لون دلوقتي. بوشه بقى فين الشمس بالشنطه بتاعي؟ حركات باشا، مش انت امبارح قلت لمعلي هات لي الشمس بالشنطه والبسكوت ده وكل حاجه؟ ايوه صحيح، انا قلت له الكلام ده امبارح. هو انت تاخر ليه؟ خلينا نسيب بيه بشوفه دلوقتي حالا، لازم اكلمه دلوقتي. انت وين انت؟ انا لسه ما ردتش، ده بدي جرس. يب يا علوية، شايفين غيرت اللون بتاع الموتوسيكل؟ خليته اشيك. ايوه كده شكله حلو. ليتس جو. الموبايل بتاع بيرن. ثانيه خلينا ننزل نشوف بسرعه قبل ما تتصل بيا. هولي مولي حركات باشا.
الو ايوه انا حركه باشا. الو انت وين انت؟ الو لا لا انت بتفتح علي وين انت كده اول؟ هتخلص لي الرصيد ولا بس اقسم بينك 5 جنيه بس تمن الرصيد بقى كده تخلص لي الكارت اللي انا لسه ساحده. طب حاضر يا حركة باشا مش هخلص لك الرصيد والله اعمل ايه طيب؟ انت وين بشات لي يلا شمشي بشاتة وبسكوتة من بودو والشيكولاتة من بابا هاتوا بوتيجي حالا على الشيكة بفوق عماد عبيات. ماشي حاضر اشتري لك الشيبس بالشطه والبسكوته والشوكولاته. حاضر حاضر انا مشاء. طيب ماشي جاي يلا مع السلامه. وبجد معفن قوي مع كل الفلوس دي وخايف على الرصيد. هو اللي مولي بيقول لي الكارت هيخلص كارتي اللي يخلص. يلا بسرعه بسرعه معلي خليني دلوقتي على الهويه اروح على السوبر ماركت عشان هشتري طبعا الشوكولاته والحاجات اللي قال عليها. ليتس جو. او ماي جاد ايه ده؟ الو الموتوسيكل بايظ. يا نهار زبادي خبطت خبطه. هو اللي بيقول لي بسرعه. ايه ده عربيه الشرطه؟ او ماي جاد اقف عليه. هاي انت فاكر نفسك مين عشان تخبط كده في الحاجات بتاعه المدينه؟ حضرتك الضابط. انا اسف خبطت فيها غصب عني. اول حاجه انا مش ضابط، تاني حاجه انا شرف، تالت حاجه انت عليك غرامه. غرامه يا نهار زبادي. حضرتك الضابط الموتوسيكل ده اللي نوب اصلا مش بتاعي، وهو اصلا الموتوسيكل ده واخد على كده الخبطات والحاجات دي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مفيش حاجه اسمها كده. عليك غرامه 150 جنيه ادفعهم حالا يا اما هتتسجن. انا لو اتسجنت هترفض من شغلي يا نهار زبادي. مفيش حل تاني طيب؟ السجن. اسجنك دلوقتي؟ لا 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 خلاص هدفع ال 150 جنيه فلوس حركات كده يرفدني. امسك حضرتك الضابط. ها طيب حضرتك الضابط كده خلاص مش هتسجنني صح؟ ايوه كده مش هتتسجن المره الجايه، خد بالك عشان ما تدفعش فلوس اكتر. طب شكرا لحضرتك الضابط. ايه ده الضابط ولا شرف مش عارف؟ انت موتوسيكل يا نوب انت والله لو اوريك كلام بسرعه. الو الموتوسيكل مش عاوز يمشي. هولي مولي والله ان انت موتوسيكل خربان. الو هي هو الو يا نهار زبادي موتوسيكل حركات ولع. او ماي جاد كده على وين شكلي اترفد. ودلوقتي مفيش غير حل واحد ان انا اشتري الحاجات من غير الموتوسيكل. خليك فاكره بعلي بسكوته بالملبن شوكولاته لا 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 بسكوته بالبندق شوكولاته بالملبن شيبس بالشط. اوكي خلاص كده بسكوته. ايه ده هو في ايه؟ انت رافع ايدك كده ليه؟ بس كده اكون جبت الحاجات اللي انا بحبها كلها. او ماي جاد حرامي. ايوه طبعا حرامي سلم نفسك. او ماي جاد انا اصلا ما عملتش حاجه. انت عاوز ايه؟ فلوسك دلوقتي. فلوس؟ انا معيش فلوس يا حرامي. حرام عليك ما تسرقنيش. انا حرامي لازم اسرق فلوس كتير. اديني فلوسك دلوقتي اما هتموت. طيب خلاص. وانت ما تعملي حاجه. ما تسرقنيش يا حرامي. اديني فلوسك يلا عشان ابلغ الشرطه. طب انا معيش فلوس. لو اديت فلوسي حركتها يرفدني. هتديني فلوسك دلوقتي والا اموتك. انت عارف يا حرامي مش فارق معايا اصلا عشان اللي معاك ده مسدس كهربا مش بيموت اساسا يا حبيبي. مش هتقدر تموتني كده يا حبيبي. اقدر اموتك. هتموتني ازاي؟ ده معاه مسدس تحت امرك. ادي لك كل اللي انت عايزه. انت محتاج الفلوس. امسك الفلوس اهي. دلوقتي انا محتاج حاجه تانيه غير الفلوس. حاجه تانيه غير الفلوس؟ انت عاوز ايه؟ انا كمان هاخد اللبس بتاعك عشان انت رفضت تديني الفلوس في اول مره. هات لبسك وفلوسك. لبسي وفلوسي يا نهار زبادي. امسك طب الفلوس. ايوه كده تسمع الكلام. مع السلامه حرامي. انا بشب عليه حرامي. استنى يا حرامي انت اللي سرقت البتشي باجي بتاع انت اللي سرقته صح؟ ايوه انا حرامي المدينه. مع السلامه اتشرفت بمعرفتك. هولي مولي يا حرامي يا نوب انت. او ماي جاد على وين مشي؟ سرق مني اللبس وسرق مني الفلوس وسرق مني كمان البتشي باجي. بلغي الشرطه قول لهم اني سرق كمان اللبس بتاعي. طب انا دلوقتي عايز اشتري الشيبسي والحاجات بتاعه حركات. انا بلغ الشرطه ان انت كمان حرامي. انا حرامي ازاي؟ مش انت معكش فلوس؟ ايوه معيش فلوس بس انا فلوسي اتسرقت. انا بلغ الشرطه ان انت عايز تاخد حاجات ببلاش. حاجات ببلاش؟ انا ماشي سلام. الناس دي او ماي جاد يا علويه انتوا عارفين اللي هيحصل فيا دلوقتي وانا رايح للمعرض بتاع حركات. هولي مولي حركات يكون غني وانا اكون فقير. انا دلوقتي هترفد على وين؟ ولا جبت الحركات الشوكولاته ولا الشيبسي ولا حتى البسكوته. حركات باشا انا اسف حركات باشا ان انا اخرتك على الشغل بتاعك. ايه ده انتوا بتعملوا يا مجانين انتوا؟ حركات اشتموا اشتموا في اغنيه وانا جعبوا الاستاد فانا وانا انت شمشي من شتا في الميعاد يا حمريكا. انت بتعرفك كده ليه وانا انت؟ يا حركات انا اتسرق مني اللبس
وكمان اتسرقت مني الفلوس اللي انا كنت اشتري لك بيها الشيبس بالشطه والشوكولاته بالملمن وكمان البسكوته بالبندق. انا احمريكا اتشاب من الكل كله عشان انت النوبة ولا مش لازم افيدك. لا لا ما ترفدنيش ارجوك، انا ما عنديش شغل تاني. افعى يا نوب، وليه ما ضربتش الحرامي؟ انت عارف لو انا كنت ضربت الحرامي عنها. انت يا كداب انت، بص انا مش عارف بس انت بتغير افكارك كده وبتغير شخصيتك ازاي؟ وده زعبول اللي نصاب انت، الحرامي كان يضربك. انا كنت اضربه، الحرامي ده قابلك فين وانا بص انا هضربه. بص سرقني في السوبر ماركت. سرقك في السوبر ماركت؟ انا كل يوم بضرب بتاع اربع حرامية في السوبر ماركت اللي هنا. انا ارجع الموتوسيكل بتاعك مولع عليك اهو. لا 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 الموتوسيكل بتاعك مولع. لا لا مش هو زعبول. انا بقول لك هو حركات، انا عارفه مكتوب على حركات هناك اهو. انا بجد وانا زعبول مكتوب حركات. انا احمريكا مين اللي ولع الموتوسيكل ده اول؟ مش عارف يا حركات باشا، بس وانا جاي كان في مطره كتير بتمطر في المدينه، فممكن تكون بقى هي السبب. مطره بتمطر في المدينه تولع الموتوسيكل وانا بعلي على شكل كبير. اسكت يا واد انت بقى يرفدني. حركات هو اللي ولع الموتوسيكل يا حركات. لا 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 انت اللي ولعت الموتوسيكل وانا بعلي، انت ميفوت. انت كل حاجه مرفوض كده. بقول لكم انا زهقت من الشغلانه دي اصلا، مش عاوز اشتغل معاكم يا نوبات. انت بتقول لي وانا انت الكلام ده اول؟ يلا انت مفروض مش عليك غير ما مش من 7 جنيه ونص بقى. 7 جنيه ونص؟ اصلا انت ازاي واحد زيك لا بيعرف يحسب ولا بيعرف يعد ولا بيعرف تمن الفلوس ولا ايه ده؟ ايه تمن الفلوس دي؟ إيه لا بيعرف هو معاه كام؟ ازاي يفتح شركه ومعرض ويبقى غني؟ عشان انا مش محترف. محترف ايه بس انت؟ بص 3 زائد 4 كام؟ 25. ايه ده بس حركات انت كسرتني كده؟ ازاي صاحب شركه بس ما اعرفش 3 زائد 4؟ 3 زائد 4 حركات 17. والله انتوا الاثنين نوبات ما تستاهلوش ان انتوا تكونوا هنا، مش عارفين 3 زائد 4 يا نوبات. انا اخلي العلويه يكتبوا لكم في الكومنتات، العلويه 3 زائد 4 كام؟ قولوا لهم الفشله دول. انا خلاص مش هكون شغال معاكم تاني، فشله. يلا وادي التعبايه يا ميفوت. انا طالع، بص سايب لكم المعرض وطالع. بس اروح فين يا طارق؟ ايه ده؟ مش انت الحرامي اللي سرقتني؟ هو انا كل ما امشي لقيك في وشي، سرقت منك البتشباجي وسرقت الهدوم بتاعتك وكنت لسه بغسلها جوه في المغسله. هدومك كانت ريحتها وحشه قوي. وانت اصلا ايه اللي يخليك تسرق اللبس بتاع صحاف المغسله والله؟ انت اللي خليك تسرق لبسي اساسا؟ انت ولد، انا قلت لك 100 مره ان انا شغال حرامي، ودلوقتي طلع الحاجات اللي معاك يا اما بموتك. هو اللي بقول كفايه، انت سرقت مني حاجات كتير. انا بص مش معايا اي حاجه تاني غير هي. لا 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 مش هدي لك السلسله اللي انا مولود بيها ابدا. ايه ده؟ مش ممكن امسك اللي انت كنت ماسكه كده تاني؟ قلت لك مش هدي لك السلسله اللي انا مولود بيها لو عملت ايه؟ ايه ده؟ حاجه غريبه، السلسلة دي اللي أنا كنت عاوز أسرقها من 9 سنين. تسرقها من 9 سنين؟ إزاي بقى وأنا مولود بيها أصلا السلسلة دي يا كداب؟ استنى بس أنا أحكي لك على القصة كلها. قصة؟ قصة إيه؟ إيه الكذب اللي أنت بتقوله ده؟ إيه القصة؟ تحكي لي قصة إيه؟ قصة الأسد ولا قصة البطة؟ قصة الأسد وقصة البطة دي مامتك اللي كانت بتحكيها لك لما كنت أمير صغير ومامتك الملكة. نعم مامتي الملكة. هولي مولي أنت بتقول إيه؟ مش فاهم حاجة. دلوقتي تعالى معايا وافهمك كل حاجة بسرعة بسرعة. يا حرامي استنى استنى، مع انك رزق صحيح بس ايه ده؟ ده سرق عربيتك؟ حركات عربيتك؟ لا والله بقول له استنى حرامي استنى استنى خدي معاك. يلا امشي حرامي. حلوة العربية دي، ايه رأيك؟ والله انت شغلانتك حلوة حرامي، عمال ماشي كده في حتة تسرق كل حاجة. القصة بتاعتي طيب؟ هحكي لك كل حاجة دلوقتي. يوبا مش عارف افكه خالص، خلينا ناخدها منه هنا. ايه ده؟ انا دوست على الواد الواد هيموت. وبس بقى اكون سبتك في المكان اللي قلت لك عليه ده. هولي مولي، يعني انا كنت نايم في بيتي عادي جدا وانا صغير، وانت كنت عاوز تسرق السلسله دي، جيت خطفتني بالسلسله، وانت السبب في حياتي دي كلها ان انا اكون كده في الشارع واكون فقير. انا اسف بس انا حرامي، وانت عارف ان الحرامي لازم يسرق كل حاجه، ودلوقتي هات السلسله دي يلا بسرعه. حتى دلوقتي كمان عاوز تسرق مني السلسله؟ بس السلسلة دي أكيد بتاعت ماما، مش هديها لك أبدا يا حرامي. لو عملت إيه؟ هو إحنا بنتخانق على السلسلة؟ أنت مجنون يا حرامي، أنا ابن الملك. أنت لو قلت لي على مكان بابا وماما، بابا معاه فلوس كتير وماما كمان، أكيد يا حرامي هيخلوني كده بقى غني، وأنا يعني ابن الملك معروفة، فهيكون معاه فلوس حرامي، ووقتها حرامي هشغلك بص خدام عندنا في البيت. إيه ده؟ خدام؟ أرجعك لمامتك وباباك وتقول لي خدام؟ أنا مش هقول لك على مكانهم أبدا. هو اللي بقولي مش هتقول لي؟ ليه بقى يا حرامي؟ خليني أشتغل ملك
ملك وانا اقول لك. نعم هشغلك ملك، انت منظر واحد ملك انت. يلا يا حرامي ما عندناش وقت بليز، لازم تقولي على مكان ماما وبابا بسرعه يا حرامي. طيب انا خايف اقول لك على المكان يسجنوني. لا لا ما تخافش، اوعدك يا حرامي ان انت هتشتغل معانا بس مش هخليهم يمسكوك ابدا، وده وعد مني. وانت ما تعرفش ابو علي لما بيوعد لازم يوفي بالوعد يا حرامي. قولي على مكان ماما وبابا. طيب طيب يلا بينا. ماشي يا حرامي لازم بسرعه بسرعه. انا قلقان جدا، باباك الملك عنده حراس كتير، انا سرقتك بالعافيه من 9 سنين. ما تخافش يا حرامي انا ابن الملك، ما تخافش مش هعمل لك حاجه. اخيرا هروح لبابا وماما. ليتس جو. او ماي جاد، هو ده البيت بتاع بابا وماما. اقف اقف. اي انتوا مين؟ اقفوا مكانكم. استنى استنى حارس، اسمعوني. انا ابن الملك، فين بابا؟ ايه ده بلاش كدب، ابن الملك مخطوف من 9 سنين. يا حراس نادوا الملك حالا. سيبنا ناخدهم دلوقتي للملك، ولو كانوا بيكذبوا هبوتهم حالا. تعالوا قدامي. تبوتنا؟ انت ما تعرفش انا مين؟ انا ابن الملك. بسرعه تعالى حرب ورايا. انا جاي وراك اهو، ممكن نتمسك ونتسجن. فين يا حارس الملك؟ قدامي يلا حالا، انا ده حضره الملك بسرعه. طيب طيب يا ملك يا ملكه، ابو علي جاب بسرعه. ماي جاد، انا احسن حاجه دلوقتي ان لا لا خليها مفاجاه، نزل ابو علي السلسله. في ايه؟ ايه الصوت ده؟ مش عارفين نستريح منكم شويه؟ ايه ده؟ مين دول؟ حرامي وولد فقير بيعملوا ايه هنا؟ ايه يا حضره الملك، بص كويس في الولد ده وانت تعرف. بص فيا يا حضره الملك، شوف كده انت شايف ايه؟ شايف ولد فقير ريحته وحشه. او ماي جاد يا بابا، بتقول عليا كده؟ ولد فقير ريحته وحشه. قولي بولي ماما يا ماما. ايه ده مين اللي بيقول ماما؟ انا يا ماما، انا اللي بقول ماما. ايه ده مين الفقير ده؟ التنمر اللي انتوا فيه ده، انا ابنكم يا ماما انت وبابا. حتى لو مش مصدقين هثبت لكم دلوقتي. شايفين السلسله دي؟ السلسله دي بتاعت مين؟ ايه ده مش ممكن، السلسله دي بتاعتي انا اللي كنت مديها لك وانت صغير. ايوه ايوه يا ماما، هي دي السلسله اللي انت اديتها لي من 9 سنين يا ماما. بابا انت الامير ابني، هو فعلا بريحته مفيش اي حاجه اتغيرت. يا بابا كنت بدات تسال بابا دلوقتي ده انا ريحتي وحشه. انا اسف سامحني. اوكي اوكي يا بابا. ماما شايفين انا رجعت لكم تاني. انت كنت فين؟ انت وحشتنا جدا. انا كنت فين؟ شايفين ماما انت وبابا الحرامي ده هو اللي خطفني منكم. ايه ده الحرامي ده؟ حراس انتبه منه حالا. انت يا ولد يا غدار، انا مش انت وعدتني ان انا اشتغل عندكم؟ خلاص خلاص يا بابا انا وعدته صحيح، عشان تعرف ان ابو علي بيوفي بالوعد انا شغالك دلوقتي خدام، فاهم؟ لا طبعا مش هشتغل خدام، انت مجنون. حراس اضربوه. خلاص خلاص انا بص هشتغل معاش لو عاوز كمان. خلاص ايوه كده وخلاص، تعتزل مهنه الحرامية دي، ما تشتغلش حرامي تاني، فاهم؟ لا طبعا لازم اشتغل حرامي، انا جاي هنا اصلا عشان اسرق بيت الملك. حراس اضربوه. هوهو ياب ياب، شايفين علويا؟ دلوقتي انا بقيت ابن الملك، ليتس جو. ودلوقتي خطتي ان انا انتقم من صاحب العربيه دي علويا. اوكي خلينا ننزل لبابا ماما دلوقتي حالا، اول مره علويا هيشوفوني باللبس ده. ليتس جو بابا ماما، انا جيت. مش ممكن فعلا، باين عليه ملك من هو صغير. ايوه ايوه يا بابا شايفه فعلا، ابن الامير هو اللي هيكون الملك في المستقبل بتاع بروك هيفن. ايوه يا بابا. وكمان يا بابا انا نفسي في حاجات كتير. اي حاجه انت نفسك فيها في بروك هيفن قول لي عليها وانا اجيبها لك حالا. المشكله ان الحاجه دي يا بابا انا عايز اشتريها مش اجيبها. انا ممكن اشتري لك اي حاجه انت عاوزها. اي حاجه اي حاجه؟ ايوه طبعا اي حاجه. طيب يا بابا انا عاوز اشتري، خليها مفاجاه. وقبل ما اقول لك على المفاجاه، انت حرامي اكنس البيت كويس. انا غلطان ان انا رجعتك لباباك ومامتك. بس اسكت اسكت بدل ما اسجنك، اسكت. طيب خلاص انا بكنس اهو. ايوه كده، يلا بابا انت وماما اوريكم اللي انا عاوز اشتريه. بابا انت وماما انا بحبكم جدا، انتوا حققتوا لي الامنيه اللي كان نفسي فيها. ايوه يا حبيبي واحنا كمان بنحبك، بس فين الناس اللي انت كنت عاوز تشتري منها المعرض اصلا؟ انا ما شفتهمش لحد دلوقتي. صحيح يا ابو علي، هم فين؟ اصحاب المعرض النبات هم هم دول. شايفه بابا عملت فيهم ايه؟ انت وادي ابو علي ولا مش انت منك في افلام اللي جايه؟ بس ولا حارس اضربوا حارس. لا لا خليك يا حارس، ولا انا اشوف اشوف انا اشوف مش احط مش دماغي في حته. ايوه ودلوقتي فرخه زي ما سالتك كده، ايه فاكر لما قلت لك 3+4 3+4 كبوات؟ قلت لك 25. او ماي جاد انت لسه برضو ما عرفتش حارس. طيب حاضر. لا لا خليك يا حارس ولا اسف، او خليك احط مش اسف في حته. وانت زعبول يا بزعبل. انا كنت اشتغل عندك خدام في البيت ابو علي، انا كنت ده بس مش بحبه، كنت اشتغل عندك خدام ابو علي. انت بص واد غدار بتبيع اصحابك في الثواني انت زعبول. اللي هو دلوقتي الدور عليكم،
قولوا لي في الكومنتات نعمل فيهم ايه انا وبابا وماما. انزلوا اكتبوا لي حالا بسرعه عشان نشوف نعمل فيهم ايه. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. اشوفكم بكره. باي.